بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في بثنا اليوم من مبادرة إيد بإيد. بث اليوم إن شاء الله هو مخصص لكيفية تعليم الطفل القراءة باللغة الإنجليزية. كتير كانت تواجهني أسئلة زي إنه كيف ممكن أعلم ابني القراءة؟ كيف ممكن أنمي مهارة القراءة؟ شو أحسن عمر ممكن يتعلم فيه الطفل أو الطالب القراءة؟ شو مطلوب من الطالب بصف أول وثاني عشان يتعلم يقرأ؟ وهل أصوات الأحرف مهمة أو لا؟ إن شاء الله بفيديو اليوم نحاول إنه نجيب عن كل هاي الأسئلة بطريقة وافية، واللي عنده أي استفسار إن شاء الله بيحطه على الكومنتس عشان أجاوبه عليه. لازم نعرف إنه مهارة القراءة زيها زي أي مهارة تانية، زيها زي أي مهارة رياضية زي السباحة مثلاً أو الرسم. محتاجة لتنمية، فأي مهارة كل ما بتنميها أكثر بتعطينا أكثر، يعني كل ما بتقرأي للطفل وبتعلميه يقرأ أكثر هو بالتالي رح يعطيكي أكثر، فالقراءة لازم نعرف إنها مهارة زي أي مهارة تانية بتكبر وبتتحسن مع الممارسة والتمرين، عشان هيك يعني صعب إنه نحكي إنه الطفل صف أول بيقدر يقرأ بطريقة كثير ممتازة لأنه هو لسه عم يبتدي مشواره، فأحسن وقت للقراءة ما في أحسن وقت، في إنه كل ما بنبذل جهد أحسن لا تحسين وتطوير هاي المهارة رح تعطينا نتائج إن شاء الله أفضل. هلا عشان ما أطول عليكم رح نتعرف على 4 طرق أو 4 خطوات لتعليم الأطفال القراءة، ورح نبلش فيهم خطوة خطوة. بما إننا رح نبلش فيهم خطوة خطوة هذا معناه إنه فيديو تعليم القراءة صعب ينتهي معانا من بث أو بثين، فالموضوع لازم ياخذ معانا أكثر من يعني أكثر من سلسلة خلينا نحكي، فخلينا بث اليوم إن شاء الله نبلش في الحلقة الأولى من سلسلة تعليم الطفل القراءة. أنا متأكدة إنه إن شاء الله راح يكون فيديو اليوم من أكثر الفيديوهات اللي هم محتاجينها الأهالي، تمام؟ فإن شاء الله من هذا الأسبوع راح نبلش بسلسلة تعليم الطفل القراءة، بحيث إنه كل أسبوع ناخذ خطوة معينة. طبعا في شغلة كتير مهمة إنه في كتير ناس، في كتير أهالي أصلا عندهم ضعف بالقراءة، في ناس بتخاف من موضوع القراءة، في ناس منيحة بس حاسة حالها مش متمكنة، فإن شاء الله إنه هاي السلسلة رح تكون إلهم. خلينا نبلش بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى رح نبلش فيها تحديدا اليوم هي أصوات الأحرف. ليش أصوات الأحرف مهمة للطفل؟ لأنه أنت لما تقرأ الكلمة أو الطالب أو الطفل يقرأ الكلمة بيقرأها بالأصوات وليس بالأحرف. يعني إذا أخذنا إنه حرف الـ A مثلا هو صوته أ، تمام؟ هو ما بيجي بيقرأ مثلا كلمة أبل أيبل، شو بيقرأها؟ أبل، فإذا قرأها بصوت الحرف. كمان نفس الشيء كلمة كات، حرف السي ما بقرأه أنا السي بالكلمة بقرأه كا، فهو بيقرأ الكلمة كات مش سات لأنه حرف السي هو كي، فبالتالي صوت الحرف مهم أكتر من اسمه، وهذا لا يعني إنه اسمه مش مهم، لكن لازم الطفل لما يتعرف على الحرف يتعلم على صوته. ومش كتير عندنا أحرف أصواتها مختلفة، يعني الأصوات المختلفة عن الحرف عن قراءة الحرف نفسه هي قليلة. هاي الخطوة اللي هي خطوة تعليم الأصوات مهم الطفل يتعلمها من الصف الأول أو من حتى من الكي جي، من البداية ما ببلش يتعلم الأحرف، زي انه حرف ال H صوته ها، زي انه حرف ال C صوته ك، زي انه حرف ال G صوته ج، زي انه حرف ال D صوته د، وفي احرف لها اكثر من صوت. مبدئيا الاحرف اللي لها اكثر من صوت ضروري نعلمه الصوت الاكثر استخداما، والحالات اللي اقل استخداما بيتعلمها لقدام. شو قصدي؟ قصدي انه حرف السي احيانا بتلقوا ك واحيانا س، تمام؟ زي كلمة مثلا كات وكلمة سيركل اللي هي دائرة، لأنه حرف السي مثلا إذا إجا وراه أي رح يختلف لفظه رح يصير سي، بينما إذا إجا وراه باقي أحرف بنقرأه كا. هاي الخطوة خليها لقدام، بلاش تكون لكي جي ولا صف أول، يعني صف أول تاني ثالث مبدئيا خليهم يتمكنوا من الصوت الأكثر شيوعا، بعدين ننتقل للمرحلة الثانية، إن شاء الله إنها تكون وصلت هاي المعلومة، تمام؟ إذا أول مرحلة بدنا نعلمهم أصوات الأحرف، وهي رح تكون مخصصة بفيديو اليوم اللي هي أصوات الأحرف. المرحلة الثانية إن شاء الله رح تكون بعد ما نعرف صوت كل حرف نعمل بلندنج، يعني بدنا ندمج بين الأصوات، تمام؟ زي كلمة بات، إنه بي إنه حرف البي صوته با، بدنا نقرأ إبو آ با وإت بات، هيك عملنا دمج لأحرف الكلمات فبالتالي صارت عندي كلمة واحدة. المرحلة الثالثة اللي هي الفاولز واللي هي أحرف العلم.
أحرف العلوي العلة فيها شوي مشكلة إنها إلها أكتر من صوت، وأحيانا إذا إجوا حرفين مع بعض بيكونوا صوت معين، فعشان هيك أحرف العلة خليها بمرحلة متقدمة إن شاء الله، يعني نبلش فيها من صف ثالث. أنا بحكي إذا إحنا يعني كأهالي بدنا نعلمهم القراءة. وآخر مرحلة إنه في عنا دايجرافز اللي هم إذا دمجنا كل حرفين مع بعض بيعطوني صوت معين، زي مثلا حرف الدبليو والاتش صوتهم، و زي حرف البي والاتش صوتهم اف، احيانا حرف السي والاتش صوتهم تشا. هاي المرحلة كمان هاي شغلات كتير بتساعد الطفل على تطوير مهارة القراءة. اليوم ان شاء الله اذا في عنا اربع خطوات، الاولى اللي هي اصوات الاحرف، الثانية اللي هي الدمج، الثالثة اللي هي الفاولز احرف العلة، والرابعة اللي هي الدايجرافز اللي هم الحرفين مع بعض. اليوم ان شاء الله رح نبلش باول خطوة اللي هي اصوات الاحرف، لكن انتبهوا اني رح استثني الفاولز اللي هم احرف العله، لانه احرف العله رح يكون في لهم ان شاء الله بس خاص فيهم. خلينا نبلش هلا باصوات الاحرف. ما رح ابلش بالاي لانه الاي هو فاولز، واحنا حكينا الفاولز رح ناخذها بالخطوه الثانيه، فاذا اليوم ان شاء الله رح نبلش بس من دون الفاولز، فالاي ما رح نبلش فيها على طول، رح نبلش بحرف البي. حرف البي صوته ب ب، زي ب ب بوك بول بوك بول. إذا حرف البي ما فيه أي مشكلة، صوته ب، فلما بدي أعلم الطفل يقرأ كلمة بوك بدي أحكي له هيك بو أو بو وأو بو وإك بوك، تمام؟ بو أ با البال، مبدئيا هيك رح يقرأها، بس بعدين بحكي له لا هاي بول هاي بول، هون رح نقرأها بول ولا قدام بنعلمه، ليش؟ لأنه حرف الأي هذا مقطع واحد، الأي ودبل ال نقرأهم مع بعض أول، تمام؟ هاي المعلومة يعني هي لازم يعرف انه بول، لكن المعلومة كمعلومة انه المقطع يعني اذا شفناهم مع بعض نقرأهم اول. اذا خلصنا من حرف البي نيجي لحرف السي، اي بي، الاي ما رح ناخده بي سي. هلا حرف السي الى تو ساوندز، اوكي، اللي هم الاس والاك، رح نشوف امتى بنقرأ اس وامتى بنقرأ اك. احنا مبدئيا طالب الكي جي والصف الاول رح نعلمه انه حرف السي بنقرأ ك، ليش؟ لأنه عدد الحالات اللي بالك هي أكتر بكتير من الس، تمام؟ عشان هيك أنا بحكي بدنا نبلش معاه step by step، لأنه هاي المعلومة مثلا رح تنشرح كقاعدة على الطالب فهي كبيرة. فإذا مبدئيا طالب الكي جي والأول وحتى الثاني خلينا نعلمه أنه حرف السي بقرأه ك إلا بكلمات معينة بعدين بنحكي عنهم. هلا إنت بنقرأه س، بنقرأه س إذا إجا بعد حرف السي I أو Y أو E، I أو Y أو E. نشوف for example face، هلا هيها if حرف الاف، الاف صوته ف، if وآف، أوكي هيك رح نعلمه. هلا هون عندي S ولا إك، طب هاي رح أقرأها. هلا إذا إجا حكينا ولا ورا حرف السي حرف E رح نقرأ الس، فهي face، تمام؟ إذا إجا ورا حرف السي حرف الآي رح ينقرأ س، زي pencil، ما قرأتها pencil، pencil، لأنه إذا إجا وراء إيش؟ آي. ونفس الإشي بكلمة cycle، إذا الآي والواي والإي إذا إجوا بعد حرف السي رح ينقرأ س، بس هدول ثلاث أحرف. هلأ باقي الأحرف بنقرأ إيش؟ ك، عشان هيك أنا بحكي ضروري نعلمنا الطفل إنه هو بيقرأ ك، زي car come، تمام؟ اوكي نكمل. اذا خلصنا حرف البي والسي، نيجي لحرف الدي. حرف الدي كمان ما في مشكله، صوته د، زي دول دور، دول دور، دي و او دو و ال دول، دو او دو و ام دور، هيك نعلم الطفل، تمام؟ اخر شيء هون رح ناخذ حرف الاف، اف صوته ف، ف حرف الاي صوته اي، باولز بعدين بناخده اف و اي في. حرف الجي صوته الاكثر شيوعا ج، فج او فلاور، فج اور فلاور. اذا عندكم اي سؤال ممكن تكتبوا لي على الكومنتس واجاوبكم عليه. اوكي نكمل. حرف الجي له صوتين، اما ج او ج. خليكم معي، متى لازم أعرف الطالب إنه له صوتين؟ خلينا مبدئياً مرحلة الكي جي أول تاني ثالث ما نخوض بهذا الموضوع، الأكثر شيوعاً هو صوت الجا، عشان هيك حرف الجي بعلمه للطالب هو جا. الحالات اللي بلفظ فيها حرف الجي جا
هي إذا إجا وراها I أو E أو Y. لاحظوا نفس الأحرف اللي استخدمناها مع حرف إيش؟ الـ C اللي هي الـ I أو الـ E أو الـ Y. For example عندنا هو مثلا كلمة age. age قرأتها G. gem. gem لأنه إجا وراها إيش؟ Y. تمام؟ يعني لاحظوا عندنا بس الاستثناءات اللي هي إذا إجا وراها ثلاث أحرف وبالعادة بتكون مش كتيرة. يعني كيف بدي أتصرف مع ابني أنا بهاي الحالة؟ لك مثلا شوفوا كلمة girl، مع إنه كلمة girl إجا وراها I لكن قرأناها جا، لكن قرأناها جا. فإذا في عندي بعض الأحيان استثناءات، عشان هيك بحكي لكم إنه ما نخوض بهذا الموضوع. إذا مرت علينا كلمة نعرفه إنها girl لكن ما نخوض بموضوع الأحرف اللي وراها، فخلينا مبدئيا اللي هو حرف الجي بنقرأه جا. شوفوا باقي الأحرف إذا إجوا ورا الجي بنقرأ جا، زي goat, green, good, bag. إذا حرف الجي له صوتين، إما جا أو جا. جا بس إجا إذا إذا إجا وراه سوري I أو E أو Y. نفس الأحرف لاحظوا لي واجهنا فيهم صوتين بحرف السي. حرف الأتش صوت واحد اللي هو ها. ها زي hat, happy, hello, happy birthday. أوكي إذا عندنا هون G H G H، وهون عندي حرف الجي في أحرف ناقصة يا جماعة اللي هي الباولز، رح نحكي عنها لقدام. جي هذا جي بس هذا جي، الجي صوته ج ج ج زي جاكيت، وما إله على فكرة يعني مش كتير مستخدم. بعدين عندي حرف الكا صوته سوري حرف الكي وصوته ك، زي لك أو بوك، اللو أولو إك لوك إبو أوبو إك بوك. وعندي حرف ال L وصوته لا زي long أو tall، long أو tall. فإذا زي ما بحكي لكم عشان ما نخوض كتير بموضوع الأصوات، نعلم للطفل الصوت الأكثر شيوعا اللي هو حرف السي كا وحرف الجي جا، حرف الاتش ها. إذا الطالب أدرك هاي الكلمات رح تصير القراءة عليه جدا أسهل. يعني هلا مثلا كلمة هات رح تكون أرضية ممكن تكون مارقة عليه، تمام؟ هلا بيصير يحكي حرف الها حرف الاتش بقرأها إيه وآ ها وإت هات. حتى لو مثلا حرف الاي بدي أقرأ إي آ ها أو هيت، رح يرجع هو يعدل لأنه هو أرد الكلمة إيش مارقة عليه. إن شاء الله هيك بنكون أنهينا بثنا اليوم. المرة الجاية إن شاء الله بنكمل باقي الأحرف. يعطيكم ألف عافية، دمتم بخير.